السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. إذا بعدما تعرفنا في الحصة السابقة على الأرجية كاضطراب من اضطرابات الجهاز المناعي، سوف نتعرف في هذه الحصة إن شاء الله على اضطراب ثاني المتعلق بداء فقدان المناعة المكتسبة السيدة. إذا نبدأ على بركة الله. ثانيا كبيرة، داء فقدان المناعة المكتسبة السيدة. إذا أولا سوف نتعرف على ماذا تعني كلمة السيدة. إذا فكلمة السيدة هي ترجمة حرفية لاختصار باللغة الفرنسية لمرض يسمى سندروم دو لومينوديفيسيونس أكيز. فإذا أخذنا الحرف الأول من كل كلمة نحصل على الحروف S, E, D, A، وبالتالي نقرأها سيدة، وباللغة العربية نقول داء فقدان المناعة المكتسبة، وهو قصور وظيفي في الجهاز المناعي، أي تدهور الآليات الدفاعية للجسم حيث تصبح غير قادرة على حمايته ضد العناصر الأجنبية، وهو داء مكتسب وليس وراثي، يسببه فيروس أو حمى تسمى حمى فقدان مناعة الإنسان، فيروس لوميناديفيسيونس هومان. وإذا اختصارا نقول حمى في اي اش. الآن سوف نتعرف على أعراض هذا المرض، أي أعراض مرض السيدة. فالأعراض المصاحبة لمرض السيدة فهي متعددة، وهي أعراض تختلف باختلاف درجة ومرحلة الإصابة. فبعد العدوى بالحمى تظهر عند الشخص المصاب أعراض عابرة كالحمى والطفحات الجلدية، تليها فترة بدون أعراض يمكن أن تمتد من سنة إلى 12 سنة، بعدها تظهر أعراض أخرى كفقدان الوزن، ويصبح الشخص عرضة لأبسط الجراثيم التي تسبب أمراض انتهازية نادرة تؤدي إلى وفاة الشخص، كالإسهال المزمن وانتشار الأورام السرطانية وداء السل وسرطان كابوزي. فسرطان كابوزي هي إحدى أنواع سرطان التي تتكون في الدم والأوعية اللمفاوية، وتظهر على شكل بقع أرجوانية مؤلمة على الساقين أو القدمين أو على الوجه، كما يمكن أن تظهر أيضا في المناطق التناسلية والفم، وهذا ما يجعل المصاب غير قادر على تناول الطعام وأيضا غير قادر على الكلام. ترى ما السبب في ظهور هذه الأعراض المختلفة والتي قد تصل إلى هذه الأعراض الخطيرة؟ إذا للإجابة على هذا التساؤل يجب أن نتعرف أولا على كيفية تأثير حمى السيدة على الجسم. إذا ثالثا صغيرة تأثير حمى السيدة على الجسم. إذا سوف نتعرف على تأثير هذه الحمى على الجسم انطلاقا من هذه الوثيقة. إذا لدينا هنا الحالة العادية، أي شخص غير مصاب بحمى الفي اش. إذا فكما تعرفنا في الدروس السابقة فإن اللمفاويات تي 4 تعتبر ركيزة أساسية في المناعة المكتسبة، لأنها تفرز مواد، وهذه المواد هي المسؤولة عن تحسيس وتنشيط اللمفاويات بي واللمفاويات تي 8 حسب نوع الجرثوم. هل الجرثوم يوجد داخل الخلية في هذه الحالة يتم تنشيط لمفاويات تي 8، أم خارج الخلية في هذه الحالة يتم تنشيط اللمفاويات بي. إذا فعند تنشيط اللمفاويات بي فإن اللمفاويات بي تتعرف على المولد المضاد فتتكاثر وتتفرق إلى لمفاويات بي ذاكرة وإلى بلزميات التي تفرز مضادات الأجسام التي تقضي على المولد المضاد. وفي حالة تنشيط اللمفاويات تي 8
أي تنشيط المسلك الخلوي أو المناعة الخلوية، فإن اللمفاويات T8 تتكاثر أيضا وتتفرق إلى لمفاويات T8 ذاكرة وإلى لمفاويات T8 قاتلة التي تفرز مواد سامة تدمر الخلايا المعفنة. إذا هنا نتكلم عن جهاز مناعي نشيط، لكن في حالة الإصابة بحمى VIH كما ترون هنا فإن هذه الحمى تتسرب إلى الدم وتغزو الكريات اللمفاوية T4، يعني أن الخلايا الهدف لحمى VIH هي الكريات اللمفاوية T4 فتتكاثر داخلها وتقضي عليها تدريجيا. إذا عندما نقول القضاء على اللمفاويات T4 فهذا يعني غياب تنشيط الكريات اللمفاوية B والكريات اللمفاوية T8 اللتان تتدخلان كما قلت سابقا في الاستجابة المناعية النوعية والمكتسبة، وبالتالي غياب مضادات الأجسام والخلايا القاتلة، وبالتالي حدوث قصور مناعي في هذه الاستجابة، لذلك سمي هذا الداء بداء فقدان المناعة المكتسبة، فيصبح الجسم عرضة لأبسط الجراثيم، وهنا تظهر أمراض تعفنية انتهازية التي سبق أن تعرفنا عليها في الفقرة السابقة، وهكذا يصبح الشخص مصاب بداء فقدان المناعة المكتسبة. إذن السيدا هو مرض خطير جدا ينتج عن عدم مقدرة أجهزة المناعة في الجسم على محاربة كثير من الأمراض. سببه فيروس VIH، يعيش هذا الفيروس ويتكاثر داخل الكريات اللمفاوية T4 التي تعتبر مفتاح الاستجابة المناعية المكتسبة بعد البلعميات الكبيرة، أي المنشط للكريات اللمفاوية B التي تقوم بإنتاج مضادات الأجسام، والمنشط لللمفاويات T التي تشكل أو تنتج الخلايا القاتلة التي تقضي كما قلت سابقا على الخلايا المعفنة، وبالتالي حدوث قصور في الاستجابة المناعية المكتسبة. إذا الآن سوف ننتقل لدراسة مراحل تطور مرض السيدا. إذا سوف نتعرف على مراحل تطور مرض السيدا انطلاقا من هذا المبيان الذي يوضح تطور نسبة كل من حمى VIH. إذا لدينا هنا هذا المنحنى فهو يمثل تطور نسبة حمى VIH، أيضا هذا المنحنى يبين أيضا تطور نسبة الكريات اللمفاوية التي قاتلة، إذا المنحنى باللون الأحمر. لدينا هنا هذا المنحنى عبارة عن نقط متقطعة، فهو يبين أيضا تطور نسبة مضادات الأجسام ضد حمى VIH، ولدينا هنا هذا المنحنى فهو يمثل تطور نسبة الكريات اللمفاوية T4. إذا كما تلاحظون هنا فإن مراحل تطور مرض السيدا تنقسم إلى ثلاث مراحل. إذا المرحلة الأولى هي مرحلة الإصابة، فخلال السنة الأولى من دخول الفيروس VIH للجسم يبدأ في التكاثر كما تلاحظون هنا مدمرا اللمفاويات T4، لأننا نلاحظ هنا انخفاض في نسبة الكريات اللمفاوية T4 وارتفاع في نسبة حمى VIH، ولكن تواجه هذه الحمى باستجابة مناعية حيث أننا نلاحظ تكاثر مضادات الأجسام ضد حمى VIH وتكاثر أيضا الكريات اللمفاوية T قاتلة، مما يسبب انخفاض في تركيز حمى VIH كما تلاحظون هنا.
لكن في هذه المرحلة أي مرحلة الإصابة نجد في مثل الشخص المصاب مضادات الأجسام ضد هذا المرض، فنقول أن الشخص حامل للسيدة وأنه إيجابي المثل. إذن وتسمى هذه المرحلة كما قلت سابقا بمرحلة الإصابة. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الكمون. إذن كما تلاحظون هنا هذه المرحلة تستمر عدة سنوات، إذن ربما تستمر حتى 8 سنوات أو أكثر، حيث تبقى حمى VIH كما تلاحظون هنا داخل الكريات اللمفاوية T4 ولكن في حالة كمون. عموما في هذه المرحلة لا تظهر أعراض سريرية، لكن يستمر الانخفاض التدريجي كما تلاحظون هنا للكريات اللمفاوية T4، وتسمى هذه المرحلة أيضا بمرحلة ما قبل السيدة. ثم تأتي مرحلة السيدة. في هذه المرحلة يصل تركيز اللمفاويات T4 إلى أدنى قيمة كما تلاحظون هنا، أدنى قيمة، ويتوقف تنشيط المناعة الخلطية. إذا لاحظوا معي هنا نلاحظ تراجع في تركيز نسبة مضادات الأجسام، وأيضا نلاحظ توقف تنشيط المناعة الخلوية أيضا، حيث أننا نلاحظ انخفاض الكريات اللمفاوية تي القاتلة، وبالتالي تضعف مناعة الجسم، مما يؤدي إلى ظهور أمراض انتهازية كانتشار الأورام السرطانية والإسهال المزمن، مرض السل، نقص الوزن، وتؤدي إلى وفاة الشخص. إذن مراحل تطور مرض السيدة نجد 3 مراحل. إذن المرحلة الأولى هي مرحلة الإصابة أو تسمى أيضا بمرحلة العدوى، تتميز بأعراض خفيفة مثل الحمى وانتفاخ العقد اللمفاوية. ثم بعد ذلك مرحلة الكمون. إذا تبقى خلال هذه المرحلة الحمات في حالة كمون داخل اللمفاويات T4، ويمكن أن تمتد 12 سنة وتتميز بعدم ظهور الأعراض السريرية، ويمكن ويكون الشخص إيجابي المثل. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة السيدة، تمتد هذه المرحلة من 2 إلى 4 سنوات، وتتميز بظهور أمراض انتهازية ونقص مناعي تام. إذن السؤال المطروح الآن هو ما هي طرق العدوى بهذا الفيروس؟ إذن هناك عدة طرق لانتقال حمى VIH، كالاتصال الجنسي مع شريك مصاب بالسيدة، استعمال مواد حادة غير معقمة ملوثة بالVIH، أو الاشتراك مع شخص آخر مصاب في استعمال الحقن لتعاطي المخدرات من الأم المصابة إلى جنينها أو عن طريق الإرضاع، وأيضا عن طريق تحقين الدم الملوث بالVIH والغير المراقب. إذا ينتقل مرض السيدة كما قلت عبر الاتصال الجنسي مع شريك مصاب بواسطة الأدوات الحادة الملوثة بدم معفن بحمى السيدة من الأم الحامل إلى جنينها أو إلى الطفل الرضيع، وأيضا بحقن دم ملوث بالفيروس لشخص آخر. إذا الآن سوف نتعرف على كيفية تجنب داء السيدة. إذا لتجنب داء السيدة يجب الابتعاد عن العلاقات الجنسية الغير الشرعية، تفادي استعمال الأدوات الحادة الملوثة، تقديم النصح والعلاج للمرأة الحامل بهدف حماية الجنين، تفادي نقل الدم غير المفحوص لهذا الفيروس، تجنب المخدرات، الحقن وأدوات تعاطي المخدرات. لا يوجد لحد الآن أي علاج أو لقاح ناجع ضد هذا المرض، ومن أهم العقبات التي تعوق هذا الهدف أن الفيروس يغير من تركيبه بصفة مستمرة، لذا تبقى الوقاية منه الوسيلة الوحيدة لتجنب الإصابة بهذا الداء. أما بعض العلاجات التي تستعمل حاليا ضد هذا المرض فدورها أنها توقف تكاثر حمى VIH داخل الخلايا اللمفاوية T4، لكن بدون شفاء المريض، حيث يبقى المصاب إيجابي المثل وحامل للحمى.